يسعدني الآن أن أرحب بسعادة السيد وافل جون تشارلز رام كلاوان رئيس سيشل. الكلمة لك يا سيدي. Mr. President. السيد الرئيس، أصحاب السعادة، السيدات والسادة. First of all, may I, on behalf of the people. بنيابة عن شعب سيشل، أعرب عن دعمنا وتضامننا مع كل الدول التي شهدت التأثيرات الفظيعة لتغير المناخ مؤخرا. نقف إلى جانبكم بينما تنعون من لقوا حتفهم وبينما تعيدون بناء بلداتكم وقراكم. الكثيرون ولا سيما الشباب يسألون ما إذا كان مؤتمر الأطراف مجرد لعبة عد 26 27 28 إلى آخره، أم أنه في الحقيقة عد تنازلي لإنقاذ كوكبنا. ما أأمله وأرجوه هو أن نغادر شرم الشيخ مدينة السلام ونحن قد أبرمنا معاهدة سلام مع كوكبنا، وأن نتخذ القرارات ونقطع التعهدات الجيدة التي تنفذ ولا تصبح مجرد مجموعة من الوعود التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ إلا بعد وقت طويل للغاية. ومثل الجزر الأخرى، إسهامنا في تدمير الكوكب لا يذكر، ومع ذلك نعاني وطأته الأكبر. على سبيل المثال، انبعاثات الكربون في سيشل منخفضة للغاية، وكذلك فإننا نمتص ثاني أكسيد الكربون الخاص بنا ومن خلال أشجار المانغروف وكذلك مروج الأعشاب البحرية، مما يجعلنا لا نسهم على الإطلاق في تدمير كوكبنا. ومع ذلك تختفي جزرنا وكذلك تتآكل سواحلنا. يشرفني أن أقف هنا اليوم في مصر في مؤتمر الأطراف 27 لأعلن أنه في عام 2023 ستسهم سيشل في تخفيف أثر تغير المناخ بالانتقال إلى الوصول إلى نسبة 100% من حماية كل أشجار المانغروف وكذلك مروج الأعشاب البحرية، بالإضافة إلى وذلك بأن نضيف 32% من الحماية وكذلك نحمي المحيط بنسبة 50%. نصر أن المؤشر الهشاشة المتعددة ينبغي أن يكون أساسا لعملنا، والدول الجزرية النامية الصغيرة ضعيفة أمام تغير المناخ، ينبغي أن نحميها ونحقق أهداف التنمية المستدامة خلال ذلك لإعطاء شعوبنا حياة أفضل. الدول الصناعية والشركات المتعددة الجنسية ينبغي أن تولي عناية أكبر لجدول أعمال الضرر والخسائر، وكذلك نحن الدول المحيطية تتلقى أو تتحمل التأثيرات الأكبر لأنشطتنا. ينبغي أن تحظى بالمساعدة على جبر الضرر التي ألحق بها. سيشل تلعب دورا رياديا في التخفيف الأثر، ونبني شراكات قوية مهما كان بلدنا صغيرا. في هذا العام رحبنا بقمة المحيطات، وذلك لمناقشة إنقاذ محيطنا الواحد، وكذلك سنستضيف
المنتدى الأوروبي الأول للاستثمار الأزرق خارج أوروبا، وكذلك فقد رحبنا الشهر الماضي بالأمير ألبرت أمير موناكو، وكذلك بعثته الاستكشافية للبحث عن الشعب المرنة، وكذلك نحن ندعم المشروع الجدار الأزرق الكبير. وسيشل تشارك بفعالية وجدية، ويمكن للعالم أن يعول على حمايتها للكوكب. وجه ندائي لنا جميعا لنتشارك شراكة جيدة لنعطي شبابنا كوكبا أفضل، ونترك مصر بأمل أكبر لإنقاذ كوكبنا الأزرق الوحيد. شكرا جزيلا. Thank you.